السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر اكتشف كي جي 1 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول بيبر جاردن الحديقة الورقية او الحديقة المصنوعة من الورق، وده طبعا في المحور الرابع communication يعني الاتصالات او التواصل. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 62 او صفحة 62، والنهاردة نشرح مع بعض page 63 او صفحة 63، وعنوانها P حرف ال B is for plant اللي بيبدأ بيها كلمة plant أو كلمة النبات. يبقى P is for plant حرف ال B لكلمة نبات أو لكلمة plant. وهنا بيقول لنا count يعني عد. The leaves الأوراق. Put the number ضع الرقم. On the line على الخط. Below the box أسفل البوكس أو الصندوق اللي موجود فيه صورة كل plant من plants المختلفة. فمدينا هنا 4 boxes أو 4 صناديق، كل صندوق فيه صورة plant معين، وكل plant من plants دي ليه أوراق أو ليه leaves. احنا هنعد leaves اللي موجودة في النبات في كل صورة، وبعد ما نعد leaves هنكتب عدد leaves أو الأوراق دي تحت على الخط اللي موجود اسفل البوكس اللي موجود فيه صورة البلانت ده او النبات ده. فاول صورة هنا اصحابي فيها نبات هو موجود هو كله من الاوراق، فتعالوا نعدهم مع بعض يا اصحابي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى في 10 leaves. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فهنكتب هنا على اللاين اللي هو اسفل البوكس ده او below the box 10، وهنا هو كتب لنا leaves او 10 اوراق نبات. طب في الصورة التانية في كام ورقة نبات يا اصحابي؟ تعالوا نعدهم مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 leaves. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى نكتب هنا على اللاين below the box 8، وهو كتب لنا هنا leaves او اوراق نبات. طب في الصورة التالتة في هنا كام leaf يا اصحابي؟ تعالوا نقدهم مع بعض. 4 leaves او 4 اوراق نبات، فهنكتب هنا 4 زي ما احنا متفقين مع بعض. واخر plant او اخر صورة من صور النباتات فيها كام leaf يا اصحابي؟ 1 2 leaves او ورقتين. 1 2 فهنكتب هنا 2 على اللاين below the box او اسفل الصندوق. وبكده نكون حلينا البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 64 او صفحة 64، وعنوانها Patterns يعني الأنماط. احنا خدنا في شرح الماس بتاعنا بتاع الترم ده، وانتوا هتلاقوا الدرس ده مشروح عندكم في الفيديوهات بتاعة القناة. الباترن او النمط يعني ايه باترن ويعني ايه نمط. فطبعا مرة تانية الباترن هو الترتيب الخاص بالأشياء، وأنا هسيب لكم اللينك الخاص بالدرس ده بتاع الماس في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو لو حابين ترجعوا له مرة تانية. والباترن أو النمط هو تتابع الصور أو الأرقام أو الكلمات أو الحروف بشكل معين، يعني الحاجات بتيجي ورا بعضها بترتيب معين، الترتيب ده ما بيتغيرش. فبالتالي لما بيبقى فيه اجزاء ناقصة في الترتيب ده احنا بنقدر نحددها من الاجزاء اللي موجودة فعلا.
ونشوف كده بالأمثلة مع بعض الموجودة في البيج دي. بيقول لنا هنا find يعني اوجد the pattern النمط and draw ارسم what the next flower ما الوردة التالية would look like هيكون شكلها ايه سوف يكون شكلها. فعندنا هنا في الباترن الاولاني او في النمط الاولاني في two flowers واحدة purple او بنفسجية واحدة yellow او صفرة. فهو الباترن ده واحدة purple وبعدين واحدة yellow وبعدين واحدة purple وبعدين واحدة yellow. فالمفروض ان الفلاور الناقصة دي اصحابي تكون purple ولا yellow؟ purple flower. فالمفروض هنرسم هنا الصورة الخاصة بالpurple flower او بالوردة البنفسجي دي، وزي ما احنا شايفين قدامنا هنرسمها في البوكس الفاضي ده. طب في الباترن التاني او في النمط التاني عندنا white flower او وردة بيضة وبعدين برضو white flower او وردة بيضة وبعدين red flower او وردة حمراء وبعدين white flower او وردة بيضة. المفروض الجزء الناقص ده يبقى white flower ولا red flower؟ white flower. شاطرين، لان بيبقى اتنين white وواحدة red. فهنرسم هنا برضو white flower زي ما احنا شايفين قدامنا بحيث ان احنا نكمل الباترن بشكل سليم ونبقى كملناه بالوردة السليمة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 65 او صفحة 65. وعنوانها I heard you say انا سمعتك بتقول. وهنا المفروض ان التيتشر او المس بتاعتكو بيقول لكم مواصفات نبات معين. انتوا لما بتسمعوا المواصفات دي بتبتدوا ترسموا النبات ده بناء على الصفات اللي المس او المستر بيقولوها لكو. فانا بيقول لك draw يعني ارسم the plant النبات as it is described يعني كما وصف زي ما سمعت الوصف بتاعه. draw the plant as it is described يعني ارسم النبات كما وصف لك زي ما هو توصف لك بالظبط. فانا لو قلت لك ان النبات اللي انا بكلمك عنه مثلا it has a flower يبقى هو ليه وردة، يبقى اول حاجة هترسمها الوردة بتاعت النبات. وبعدين اقول لك it has a stem يعني هو كمان ليه ساق، يبقى هترسم تحت الوردة او الفلاور دي ساق. ولما اقول لك كمان ان هو it has two or three leaves يبقى هو عنده ورقتين او ثلاث اوراق من اوراق النبات، يبقى انت هترسم له two or three يعني اتنين او ثلاثة leaves، يبقى هترسم له كمان ورقتين او ثلاث اوراق. ولما اقول لك كمان ان هو it has big root او it has big roots يبقى هو عنده جذور كبيرة، يبقى انت كمان هترسم للبلانت ده قد ايه جذور كبيرة. كده انت سمعتني، يبقى you heard me. لما انا اقول لك I heard يعني انا سمعت، heard يعني سمع، I heard you say انا سمعتك بتقول، ده عنوان البيج دي. وانت سمعتني وانا بوصف لك النبات، فالمفروض انت هترسمه زي ما انا قلته بالظبط وانا وصفته لك او عملت لك describe لي. وبكده نكون حلينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى ان انت تكون استفاد. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس او الروابط بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.